مو معقول العب اي دي سي في التوب بس اخرج من البرونز والسيلفر تزبط الوضع. انا من يوم ما قررت على هاير سيلفر ما عاد صرت اشوف، خلاص كل واحد يروح لينه، بس الجيم جديد لسه فدي ناس وقت يتعلموا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجوده فيه ماخوذه من بث اليومي على منصه تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكربشن. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وان شاء الله تنبسط. يجي دبل جنجل كويس مش بطل. ترى الميتا مو لازم زي الجيمر الاساسي، يعني المعلوميه انت لا تبني طريقه لعبك على الجيمر الاساسي. الجيم اقصر، الفتره اقل، الحاجات اللي لازم تاخذها. بالعكس انا افضل دبل جنجل، يروحوا يجنجلوا الانمي حق الخصم ويجلسوا يسووا كلات طول الوقت ويخلصوا الجيم في 10 دقائق. بالعكس الجنجل دحين مره خربان هنا في الجيم، خربان في كل الجيم. من يوم ما يوصل ليفل 3 هذا يخوف. مش بيجلس في الطرف هناك. لا ما نخاف منه، اذا هو زي كده ما نخاف. كم اجين قول له كم اجين. ايش هذا الكلام؟ هل بتستمتع؟ الجيم حلو ما في شيء. انت لما تبي تقارن بينه وبين الاساسي طبعا الاساسي افضل، بس في النهايه انت ليش بتلعب الجيم؟ تلعب عشان الاساسي احيانا ما هو موفر بالنسبه لك، اذا برا البيت ولا اذا ولا عند العوال وطفشان ما عندك شيء تسويه. انت فكر فيها من هذا المنطلق، مو انه اوه هذه حتستبدل لول. ما الاساس منها مو الاستبدال، الاساس منها انه هي مكمله. قلت الالتي حقت اش فوجي ما الجيم انتهى. ايش السرندر جي مين يلعب الجيم هذا كذا متحمس طول الوقت؟ اشوف لي واحد دو فاصل نجلس نلعب بسرعه انا وهو نطلع، ولا اخذ لكس. لكس هي اللي ماشي معايا صراحه، سواء سبورت ولا ميد. بس فعلا انا داخل في يعني في انا كل يوم بقول تنصح بلوكسي. والله لوكس مره سهله ومره مفيده في الجيم، وتقدر تلعبها من بعيد والكومبو حقها مره سهل، اسهل من اوريانا كثير. في احد جاي من ورانا بس مو مهم. ليسين جالس يسوي شاب للسايد لين واحنا جالسين نفوز 4v5، وليسين حيقول لك انا كريت الجيم. مفروض ليش نقدر يفوز فيه. ما ادري ليه فلش، جيت ابغى اضغط نايت فلش. جيم نص ساعة يا عيال، يا الله يا الله. لو ما زبطت الهجمة دي حرجع ام البيت واطلع من الجيم. بس يني بيلعبوا حول بعض كده بس اتفرجوا. نجيش نترقص، نص الجيم 50 دقيقة كمان. قارن بيخلص الجيم، قارن خلص الجيم. بطل جي جي، خلصنا الجيم يعني.
والله احسن يستاهل. اللي ما يبغى اللي ما يبغى يفوز لا يفوز. ريدي يا عيال. ثانك يو. والله جالسين نجري بس ما ادري جالس يصير بس اجري بس جي فيكتوري. ادري عنها قيام سكين سيلكشن هذا راندوم عاني اخي والله يبدعوا في الـ في الـ في الجرافيكس وفي اللوك اللي فينا هذا ما يجيك سكين حتى يجي لك لو سينماتك قسم بالله فاضي اللي سوى الجيم هذا هات هاي نون جيني جي عيان هذا قارن برضو قارن يجي قارن تاني يجي موندو والله جيدة تاني يعيدة ما يعيدة اوكي ايه شفت الدايب ده انا جاي اول داي اوكي دي عدت على خير انا اللي جايب العيد ليسن برضو شايل لي يعني ما يخليني العب أنا آسف كل أوكي ليس لدين داي ما طالع فيه وما طالع في الشات حق هذا سوى زونيا لا شي زونيا دايس انا بقدر امسك عندي سستين دان 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 شوف النكسس ورقه ان شاء الله قلت لك فاج انتهى Too much, Joey.